أنا متشكر إنك وافقتي إن إحنا نتقابل برا عشان نعرف نتكلم براحتنا يعني وكده. وطبعاً أنت اللي هتحاسب، أكيد مش هتسيبني حاسب أنا زي آخر مرة. تبقيش مفترية بقى القاء وتمسكي في مرة يتيمة جالي فيها تليفون شغل وقمت متسربع ونسيت. إيه يا شيخة بتحصل؟ مرة يتيمة جالك فيها تليفون شغل؟ طب قول يا عمرو عايز إيه؟ جايبني هنا ليه؟ أنتِ رجعتي البنك فعلاً؟ ندى اللي قالت لك؟ يبقى أكيد قالت لك على الفيديو. أنا ما تهمنيش ندى، أنا كل اللي يهمني إن موضوع القرض يتوافق عليه وتصرف. طبعاً. ما أنت عامل فيه مجهود كبير وضارب بيني وبينها إسفين قد كده أهو. أنا كل اللي محتاجه يومين، القرض يتصرف وبعد كده أعملي اللي أنتِ عايزاه. بس موضوع الفيديو ده لو اتعرف هعطل الدنيا. وأنا عارف إن أنتِ بنت أصول وما تقدريش الأذية. طب والغلبانة دي؟ مش فارقة معاك في حاجة؟ عيب عليك. طب كنت تعالي شوفي علبة الشوكولاتة اللي أنا جبتها لها بكام؟ لا ما دام وصلت للشوكولاتة يبقى أنت كده صرفت. أمال؟ ولو صرفت تبقى بجد مهتم. ما تخافش يا عمرو. طول ما ندى وكمال زين ساكتين أنا هفضل ساكتة. طيب وأنت ناوية تعملي إيه بمليون دولار؟ بجيب أشغلهم لك في القرية السياحية. دي الفترة اللي جاية هتضرب نار، هتحط على الساحل كله. طب أنا ابتديت أتعصب وهديك الكوباية دي في وشك وأفرج علينا الناس. هقوم أمشي أحسن. ماشي يا جميل. أنا سيبك أخلص بس من موضوع القرض ده وأفوق لك.